الله وبركاته، اهلا بك يا شباب. معنا النهارده مع الجزئيه السابعه من حل امتحان سي سي ان بي راوت. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئيات اللي هنتكلم عنها النهارده هي الاي بي سيرفيسز والاي بي اس ال اي والبوليسي بيست راوتنج. اليو بس دي عايزه تبقى بي، بعديها هتتصلح ان شاء الله. اول سؤال بيقول لك which three items can you track when you use two timestamps with IP SLAs. ال time stamps لو انا عايز استعمل ال two time stamps اللي انا عايز استعمل يعني ال SLA responder ده بقدر استعملها مع ال delay وال jitter. وال jitter ده معناه ايه؟ ال jitter دي معناها عدم انتظام سرعة الباكتس، يعني الفلو بتاعت الباكتس مش منتظمة. يعني مثلا تخيل وانا بكلمك في التليفون مثلا، بقول لك ازيك احمد عامل ايه؟ كويس الحمد لله، وتلاقي الصوت عمال يسرع فجأة ويبطأ فجأة. ده ال jitter ده من ضمن المشاكل اللي بتحصل في الباكتس بتاعت الفويس. فانا عندي هنا الديلي وال jitter والباكت لوز. اوكي تمام، صغر كده شوية، نروح تاني next. بيقول لك which two statements about AAA implementing in a Cisco router are true. Radius is more flexible than TACX in router management. لأ مش شرط. Radius and TACX allow accounting for comments. ايوه Radius and TACX فيهم allowing او فيهم ممكن تفعل عليهم خاصية ال accounting لل comments. Radius and TACX encrypt the entire body of the packet. لا Radius and TACX are client server AAA protocols. ايوه يبقى دي صح، هو عايز choose two. تمام. Which technology can be employed to detect a when primary link failure and fail over to the secondary link. انا دلوقتي عندي الراوتر ده متصل باي اس بي 1 اي اس بي 2. التقنيه التكنولوجي اللي بستخدمها عشان اكتشف مثلا الفيلير في البرايمري لينك وانقل على سويتش على طول على السكندري لينك، ده الاي بي اس ال اي. اوكي what type of traffic does DHCP snooping drop? DHCP snooping be drop DHCP messages where the source MAC and client MAC don't match. ان انا بحدد السويتش مثلا اللي ان يرد على ال DHCP discovers. مثلا انا بسمح مثلا لجهاز ما يحب ياخد IP يبعت DHCP discover. طيب بعدين ال DHCP server يرد عليه تمام DHCP offer. فانا على السويتش لما اجي احدد له مثلا DHCP snooping على 10.0.0.2، فاذا 10.0.0.2 هو المسموح له ان هو يبعت DHCP offer. فالسويتش بيتشيك على السورس ماك ادرس وبيتاكد هل السورس ماك ادرس مطابق للكلاينت ماك ادرس اللي انا حطيتها في الكونفجريشن ولا لا. تمام. Network engineer has configured to track an object to monitor the reachability of IPSLA1 in order to update the next hub. Update the next hub for interesting traffic, which feature must be used in conjunction with newly created tracking object to manipulate the traffic flow as required. هو دلوقتي انا عايز يعني الراجل فاتح ايه راوتر على لينكين، وانا عايز اظبط التراكنج وهو عمل تراكنج. اوكي هو يعني بيكونفيجر تراك اوبجكت عشان يمونيتور الريتشابيلتي بتاعت اي بي سي لاي 1. اوكي لو هو عايز بقى ايه، لو في حاله ان الاي بي الكونكشن اي بي للاي اس بي 1 بقى في فيلد، هينقل ازاي؟ هيعمل النقله ازاي؟ طبعا ده ممكن يتعمل بالراوت ماب وتسيت النكست هاب بتاعك، يعني تعمله بالبي بي ار. اوكي تعمله بالبي بي ار بالبوليسي بيز راوتنج. ممكن تعمل امر الاي بي راوت، امر الايه الاي بي راوت، وده احنا عملناه في اللاب لاب الاس ال اي في الكورس بتاعنا. ريفير تو ذا اكزابت the DHCP client is unable to receive the DHCP address from the DHCP server. Consider the following output. بصوا يا شباب، DHCP client انا عايزه ياخد DHCP من DHCP server اللي هو out of LAN، يعني انا عايز اعمل DHCP relay. هدخل امر الـ IP helper address. IP helper address 172.16.1.2 اللي هو الـ IP بتاع DHCP server، مرة على الانترفيس ده ومرة على الانترفيس ده. تمام، هو بيقول لك host name R2 ده configuration R2، interface بس ethernet 0 IP address. اوكي الانترفيس سيريال 0.0 اي بي ادرس. تمام اي بي راوت. هنا مفيش اي بي هيلبر ادرس تحت الفصل 0.0 على
راوتر 2. فيقول لك which configuration is required for R2 فاصلة 3300 port in order to allow the DHCP client to successfully receive an IP address from the DHCP server. هو الأمر الـ IP helper address اللي هو أول واحد قدامي اللي هو 192.16.1.2. Which two commands will be used to troubleshoot high memory usage؟ لو انت عندك استخدام الرام بتاعتك عالية جدا وحاسس ببطء شديد في ادخال الاوامر في الراوتر وتنفيذها، او في امرين show memory allocating process table اوكي وال show memory summary يجيب لك بقى الايه ال IDs او ال processes اللي بتسحب بقى من الميموري في ال allocating process table، وال memory summary بيوريك بقى نسبة استهلاك الرام الفري منها والبيزي منها. ده كان عايز تشوف تو. تمام. An engineer is asked to monitor availability of the next hub address. ماشي. Of 270 201 16 201 25 every 3 seconds using ICMP echo packet via ICMP echo prompt. Which two commands accomplish this task? عشان اعمل ال configuration SLA هنا، فانا هعمل امر ال ICMP echo 172.16.201.25 source interface. هو كان قال لك ايه بقى؟ ما قالكش الانترفيس، بس انت بتحدد السورس انترفيس. سورس انترفيس مثلا فاست ثيرنيزيوس سلاش 1 مثلا، اوكي. وبعدين هو عايز يبعته كل 3 seconds، بحدد الفريكوانسي 3، الرقم اللي بعد الفريكونسي بيكون بالسكندز، اما اللي بعد الثريشولد او اللي بعد التايم اوت ده بيكون ايه؟ ده بيكون بالملي سكند. فالامرين اللي هدخلهم هو الاي سي بي ايكو اهو هو ده، والفريكونسي هو ده هو تشوز 2. تمام. يقول لك النتورك انجن اكسكيوتس شو كريبتو اي بي سيك اي بي سيك كومن ويتش 3 بيسز اوف انفورميشن ار ديسبلايد. الثلاث اجزاء اللي بتظهر لي هي اللايف تايم والام كيو والكريبتو ماب. اوكي ده لو انت دخلت الامر ده الامباوند هنا والريمينينج كي واللايف باث ام كيو. تمام. Two aspects of an IP SLA operation can track state and reachability. Which statement about a track is true? تمام. التراك ده معناه ايه؟ التراك ده ان انا مثلا لو انا جيت عندي راوتر اوكي اها وصل ب تو لينكس مثلا اي اس بي 1 واي اس بي 2، لو انا عايز اعمل اس ال اي هنا اوكي انا بربط لازم اربط تراك اعمل تراك اوبجكت. انا عملت اس ال اي واديتها رقم مثلا اس ال اي 1 لازم اربط تراك اوبجكت، وبعدين بحدد الار تي ار التراك اوبجكت رقم 1 هربطه على الار تي ار 1 يعني هربطه على الاس ال اي 1. فبالتالي التراك هيعمل ايه؟ لو الاس ال اي شافت لوز في الباكتس فكده التراك هيقول كده في هيبعت لك هيبعت للراوتر سيجنال كود كود معين يفهمه ان الفاست ايثرنت دي في مشكله في اتصالها بالديستنيشن اللي انت محدده في الاس ال اي، فبالتالي يعتبرها داون وبعدين ينقل الراوتر على طول الى اللينك الثاني. ده فكره التراك، ودي احنا شرحناها برضو في المحاضره بتاعت الاس ال اي. هنا بيقول لك تراكينج ستيت ان اوكي ريتيرن كود مينز ذات ذا تراك تراكس ستيت از اب اني اذر ريتيرن كود مينز ذات ذا تراكس ستيت از داون. هو ده، هي دي الاجابه الصحيحه. A network engineer is configuring a solution to allow failover HSRP. بيقول لك ايه بقى during maintenance to allow failover HSRP nodes during maintenance windows as an alternative to powering down the active router and letting the network respond accordingly, which action will allow for manual switching of HSRP. هو بمنتهى البساطة الراجل بيقول لك ان هو عامل كونفيجريشن اس اس ار بي ما بين راوترين. طب هو دلوقتي الاكتف راوتر عنده بيعمل عليه شوية اصلاحات، فهو عايز ينقل مانيوالي الاتش اس ار بي بدل الراوتر ده باكتف راوتر 2 هو اللي بالاكتف. الحل ايه؟ ماذا لو ان انا عملت تراك اوبجكت وربطته على لوب باك، واللوب باك بتاعت الراوتر دي اللي هو راوتر واحد اللي هو الاكتف راوتر دلوقتي خليت اللوب باك دي داون، فبالتالي التراك هيبقى داون هيقلل من برايورتي كده راوتر 2 هيبقى اعلى من راوتر 1. فانا كده عملت المانيوال سويتشنج اوف اتش اس ار بي نودز. فالاجابه هي تراك اب داون ستيت اوف لوب باك انترفيس اند شوت داون ذيس انترفيس ديورينج مينتنس يوزر هافينج ايشوز
accessing file shares on a network. The network engineer advises the user to open a web browser, input a prescribed IP address, and follow the instructions. After doing this, the user is able to access company shares. Which type of remote access did this engineer enable? ده ال configuration دي بتوضح ال SSL VPN client access. ال VPN client ال SSL VPN client access فعلا بيحصل بان انت بتفتح الويب براوزر تكتب اي بي وتعمل بقى شويه حاجات كده تشوف الانستراكشنز الموجوده تاني تقدر تخش على النتورك الريموت نتورك اللي انت داخل عليها. طيب الامر ده بيقول لك ايه which statement is true اي بي اتش تي بي secure port 443 ده 4433 تمام اوكي 4433 هنا ايه معنى الامر ده؟ بصوا يا جماعه سكيور بورت يعني انت اي بي اتش تي بي سكيور بورت يعني انت كانك بتقول الراوتر لو انت عايز حد يخش عليك اتش تي بي اس يخش عليك من بورت الرقم اللي هو ده 403 4433 باي ديفولت هو 443 لكن انت هنا غيرته ل 4433 فهنا ده راوتر ويل ليسن اون 4433 فور اتش تي بي اس ترافيك ايوه Refer to the example to which statement about the configuration is true. IP authentication proxy max no data cons 3 admission max no data cons 3 IP SLA monitor 1 type jitter destination IP address maintain 0.13 destination port okay number of packets 20 okay هيبعت 20 packet okay request data size 160 اوكي تي او اس 128 فريكوانسي 330 يعني هو كل ماشي كل 20 كل 30 ثانيه بعت 20 باكت اوكي ماشي تمام اي بي اس ال اي مونيتور سكيدول وان ستار تايم افتر هنا محدد بقى اللي هو هيبدا بعد 5 دقائق ماشي هنا بيقول لك الترو بقى 20 باكت 20 باكت ار بينج سنت افري 30 سكندز ايوه بالظبط اها طبعا هنا بيقول لك تحت بقى مثلا the monitor starts at 12 مش عارف اي ام طب انا اساسا مش عارف اللي هو بيقول ان هو هيبدا بعد 5 دقائق من ادخال الكونفيجريشن لكن انا مش عارف الوقت دلوقتي كان على الراوتر كان على كان كام تمام خش بقى في النكست اوكي النتورك انجينير انشيتس اي بي اس ال ريسبوندر تي سي بي كونكتد كوماند to gather statistics for performance gouging Which type of statistics does engineer see? Yeah, connection oriented. دخل TCP connected. IPSLA TCP connected. ده أنا كده هتشك على ال connection oriented. هتشك على ال connection oriented communication اللي هي بنظام بقى ال SYN وال acknowledgements والكلام ده كله. أنا يعتبر خلصت. أتمنى تكون المحاضرة عجبتكم. شكرا خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.